الموصل ثاني كبريات مدن العراق التي يبحث تجار المخدرات والمؤثرات العقلية عن موطئ قدم لهم فيها، لكن المحاولات لم تجدي نفعا منذ تحرير المدينة وحتى يومنا هذا، ومكافحة المخدرات ما تزال مسيطرة على الموقف بحسب قولها. موقفها تتذيل الترتيب بالنسبة لمحافظات العراق بوجود وانتشار المخدرات، وهناك أيضا قسم ثاني هو المؤثرات العقلية اللي بصراحة أغلبها تباع أو تجهز المتعاطين من قبل بعض ضعاف النفوس من أصحاب المذاخر والصيدليات. تكاد المخدرات تكون قليلة مقارنة بانتشار المؤثرات العقلية التي تشكل الخطر الأكبر، وتدخل هذه المواد إلى الموصل عبر منافذها الجنوبية والشمالية، وتروج عن طريق بعض الصيدليات والممرضين، وتباع للشباب ليكونوا ضحية تجارة جديدة عنوانها الدواء ومضمونها الإدمان ونتائجها كارثية. نعم، في عام 2020 تم تسجيل حادثة اغتصاب لطفلة، المغتصب كانت تحت تأثير المخدرات. نعم، المؤثرات العقلية هي أخطر كونها سهلة التداول. صادر المخدرات يمكن احنا كنا نعرف من خلال معلوماتنا في دول هي باتجاه شرق آسيا وليست ربما باتجاه الغربي، وهذا أيضا جانب مطمئن. يعني سوريا ليست مصدرة أو منتجة، وهذا جيد جدا ما يتعلق بالحدود العراقية السورية. بعد جهد طويل نجحنا بلقاء شاب من المدينة أدمن على المؤثرات العقلية، وترك دراسته في كلية الهندسة بسببها، وكادت حياته أن تضيع لولا أن انتبه إليه خاله وبدأ يعالجه من الإدمان. بعد أنا قمت أشتغل من هاي الصيدلية وطور معي نفس المسألة، وصلت مرحلة بديت يعني أتمرض نفسيا إذا ما أستخدم هذه العلاجات، حد ما خالي هو اللي ساعدني ولحد ساعني أتعالج من هاي الأمور. وبحسب مصادر أمنية فإن المخدرات تدخل إلى الموصل قادمة من المدن الحدودية المحاذية لإيران، وهذا بحسب التقارير واعترافات المروجين. وبحسب المعطيات فإن الموصل في آخر قائمة المدن التي تنتشر فيها المخدرات، لكنها تبقى تحت خطر تهديد هذه المواد لطالما كانت تهرب عبر الحدود. من ذات المدينة، محمود الجماسة، قناة التغيير.